نقول دايما السياقة فن، كل موسيقى فن راقي يستهوي كل شخص زار هذا العالم المليء بالاكتشاف. بما أني نعشق السياقة ونهوى الموسيقى، كل صوت يصدر من المحرك نتخيله معزوفة بإيقاع ديالها، ولما الإيقاع والمعزوفة تتبدل نعرف لابان. لا بواط اوتوماتيك تين بواط انتيليجون هي اللي جوز لي رابور الجزائريين اللي يعرفوها بزاف هي لا بواط ديال جي. ما كاش فينا اللي ما يعرفش بلي السيارات فيهم اون بواط دو فيتاس سواء مانيوال ولا اوتوماتيك. هذا الميكانيزم الحساس خاصنا نعرفوا الفونكسيونمون تاعو باش نعرفوا نصونوه ونحافظوا على سيارتنا. واش جيت دير؟ جيت نعاود لابواط. تعاود لابواط؟ لابواط رابور اوتوماتيك هي موضوعنا نهار اليوم من الكراج. لازم نعرفوا كل كبيره وصغيره على هذه التكنولوجي، لكن بعد هذا الفيديو. لابواط دو فيتاس او علبه السرعه في السياره هي نظام ميكانيكي او هيدروليكي يسمح لنا باش نحركوا السياره الى الامام او الخلف عن طريق نقل الطاقه وعزم دوران المحرك الى العجلات من خلال عمود او عمود نصف محرك. اللي همنا اليوم في الكراج هو لابواط دو فيتاس اوتوماتيك. هي ناقل حركه شائعه الاستخدام خاصه في لي نوفيل فواتور، حيث يحرر السائق من اداره المناوبات والقابض اي لومبرياج. علبة السرعة الأوتوماتيكية تتشابه في عدة عناصر مع لابواط مانويل، ولكن بتقنيات مختلفة مثل محول عزم الدوران الكهروديناميكي، لادابتاتور دو كوبل إلكتروديناميك، وهذا يستعمل في مكان لومبرياج دو ترانسميسيون مانويل. مادام العديد من السائقين الجزائريين ولاو يعانيو من بعض المشاكل الخاصة بلابواط أوتوماتيك وفي كتير من الأحيان تكون مكلفة بزاف، برنامج الكراج قرر أن يتنقل عندنا سبيسياليست تاع هاد العلب باش نحاولوا ننوركم أكثر. أبقوا معنا في برنامج الكراج. ليميسيون كراج ديبلاسيت على جالكم عند جروب جي بي إم، جروب بواط ميكانيك فيها خبراء سبيسيال في لي بواط اوتو ولي بواط مانيوال اوسي. معنا سي يخلف الخبير تاعنا اليوم راح يفهمنا. اهلا بك. مرحبا لاباس سي يخلف. مرحبا بكم، شرفتونا عندنا. الله يخليك سي يخلف. على بالنا بلي لا بواط اوتوماتيك صادات دو 1920 وقت الانجينيور الفرنسي غاستون فليتشل، هي قديمه في العالم بصح حنا في الجزائر ما نقولوش حديثه النشاه، مي المارشي الجيريان يخافوها شويه ما يعرفولهاش بيان. سي بور سا اللي جينا عندكم. لا بروميير كيسيون اللي حبيت نبوزيها لك باش يفهم المشاهد، كيفاش تفونكسيوني هاد لا بواط اوتو، كومون ان فونكسيون، ولا ديفيرونس بينها وبين المانيوال؟ بون، على كل حال لا بواط اوتوماتيك حنايا هذا وين الناس وين ولات تبدا تفهم في لا بواط اوتوماتيك ولاو يشروها بلا ما يخافوا، باسكو كاين لا ريباراسيون تاعها دركا وكاين لا بياس دو ريشونج تاعها. ميم حوايج ما كانش رانا نجيبوهم ونخدموهم عادي، يعني اوكان بروبليم. لا ديفيرونس بينها وبين لا بواط مانيوال، بواط مانيوال على بالنا بلي عندها علاقه مع الديسك بلاطو لا بيوتي، كيف اسكو كيف كيف بين لا بواط اوتو ولا لا؟ لا نو ماهيش كيف كيف، باسكو لا بواط اوتوماتيك سي اون بواط انتيليجون. داكور، هي اللي تجوز لي رابور، هي اللي بون كاين فيهم انواع، كاين كيما جينيرالمون اللي نحكوا عليها دوك لا بواط دي جي معروفه كاع الجزائريين، هي اللي تمشي بكثره في الجزائر. كما نقولوا عند الجزائريين اللي يعرفوها بزاف هي لا بواط ديال جي. داكور. بون لا بواط ديال جي، لا بواط فيها دوبل امبرياج، وستين بواط انتيليجون. هي تومبري وحده، هي تجوز لي رابور، هي كلش لا بواط وحده. ولا بواط مانيوال لازم يكون كي تومبرياج. فوالا. باسكو لا بواط في لا بواط ديال جي كاين الميكاترونيك هي اللي ترومبلاسي باش يخدم لي كونديكتور، تما باش يومبريي الكونديكتور
يجوز الرابور الميكاترونيك هي اللي تومبري هي اللي يجوز الرابور هي كل. شوف سي خلف انا جديد شريت طوموبيل بوات اوتوماتيك لقيت مكتوب اس ان دي ار ما فهمتش واش معناتها تقدر تفهمنا؟ عندك في الكونسول تاع لي سيليكتور فيتاس عندك البي باركينغ عندك الار مارش اريير داكور عندك الان بوان موار وعندك الدي تاع ديماراج درايف فوالا مانيو وعندك الاس في الاس واللي بيكيب شو سبور هذيك ما نعرفش فيها السيارة واللي يجوز الرابور باش يجوز في 2500 تور واللي يجوز في 3500 تحصل الفيتاس باش يجوز في الاس وعندك في الان مانيو جودا سيكونسيال داكور انت اللي تتحكم لا فيتاس تاعك حتى اللي تجوزها بريمير دوزيام ترويزيام كيما انت تحب تجوز نحكوا على ستوندار اللي نلقاهم في الاوتوماتيك كاين الار الان دي والبي سي صا هادو هما البي دونك سي باركينغ تما اوليو طلع الفرامة البي نو هي من الاحسن دير الفرامة تاعك تريني دير الفرامة تاعك تليبيري رجلك من لا بيدال دي فرا وبطر مي باركينغ تخي بيان والدي سي ديماراج هكذا في الدرايف كي كنت والان قلنا نعتر تسمى بوامون فوالا والار سي المشاريع صحيح دونك سي با سوسي سي يخلف كاين بزاف ناس يوقعوا في مشاكل في لي بواط ميكاترونيك اللي نلقاوهم عاده في الاوان في البولو نقدروا نعرفوا منين هذا المشكل واسكو سهله لا ريباراسيون تاعو اسكو يفيتيوهم الناس ولا لا تقدر تفيدنا عندنا في الميكاترونيك عندنا الميكاترونيك فيها دي بارتي فيها بارتي الكتريك وعندنا بارتي هيدروليك داكور نقدروا كي تحبس مو السياره تحبس هذه انا نحكوا في الار ان دي كي 200 نقدروا نخدموا له لابارتي الكتريك وحدها داكور كيكون فيها الخلل في بارتي الكتريك ما كان نبدلوا له ميكاترونيك كومبلي نخدموا له غير لابارتي الكتريك وهي كاكيلاتور دو بواط لا هذيك اللي تعيطوا لها الكاسيطه صح تعيطوا لها الكاسيطه كاين اللي يقول لها تراسه كاين اللي يقول لها باش المشاهد تاعنا يفهم على من نهضروا صح نبدلوا كاسيطه واحد انا بروغراميوها على حساب لا تدري بار ديروا لها فيشي على حساب لا تدري بار تاع لابواط ونمونطيوها وكاين من ذاك تروح لابارتي هيدروليك لابارتي هيدروليك هي ينشق البلوك تاعها يولي تفي سعره تولي تبردي لا بريسيون دويل ما تقارديش لا بريسيون دويل هي في الكيميناتير تنشق تما نبدلوها نبدلوا البلوك هيدروليك ودائما يطيحوا في لي ميم بروبليم هذوما ما كاش اللي يدخل زعما يجيبها وتصدق له لا كاينين اللي نبدلوا لهم كيميناتور نخدموا لهم كيميناتور بلا ما نبدلوا لهم بلوك وتنجح له لاباس بها بون هي لا بياس دو ريشونج تاعها هي اللي غاليه ماهيش لا مادة تاعها اللي غاليه سي بور سا اللي الناس يفيتيهم صح وانتوما كاخصائيين في لا بواط اوتوماتيك هنا عندكم لي كال يجوكم بزاف تاع ريباراسيون شنو هما؟ لي كاسا ديبون كاين من داك بون حنا قبل كلش نديرو سكانر ديال تاعنا نسكانيو ونتبعو نشوفو واش كاين واش مكانش باش نعرفو لا فان وين راهي اكزاكت كاين من داك نلقاو فرشة مكسرة بون بعد نورو لكم لا فرشة تكسر نروحو لجانب التطبيق ان شاء الله كاين واحد لي جوا في الميكاترونيك تاع لي زومبرياج 116 115 هما اللي تكسروا لي فيتر تاعهم من داك وهذه هي لا ريباراسيون انا نسمع مؤخرا بلي في الجولف سيري 7 سيري 8 ثاني كم كاين مشاكل في لابوات اوتوماتيك اسكو صح يجوكم هاد سي جور دو بروبليم هذه راهي صاريه في الجولف 7 2017 وطلع دي كي 381 وشنو هو المشكل؟ 381 هكذا في 7 رابع جينيرالمون ما يديسيراو لها لي بونون تاعها تاع لا بومبا لويل تتكسر لا بومبا لويل كي تكسر لا بومبا لويل يطيح واحد البلاكة لداخل طيح تزيد تكمل تكسر معاها دوزان واحد اخر تما لا بواط توندوماجا اسكو نقدروا نشوفوا ان كا تاع ريباراسيون دوكا وتقول لنا برك واش راح تريباري واش من لا بواط باش المشاهد يفهم برك هذا ماكا ماهوش مشكل واش عندكم ريباراسيون المشاهد عزيز علينا احنا نضحيوا له بباطا تاع سيري ويت نفتحوها قدامه صافي بليزير ويشوفها وماشي خساره ونتعلموا من الغلطات دونك راح نشوفوا لا بواط تاع سيري ويت نفتحوا بباطا تاع سيري ويت على ربي ان شاء الله باش الناس تتعلم بون من الغلطات بارك الله فيك ان شاء الله بربي مالا نروحوا لكوتي براتيك
دونك كيما نشوفوا هذه لابواط تاع سيري 8 وشنو سي خلف هذه راهي جديده باش تورينا اون ديمونستراسيون برك وين تقدر تدون دوماج سي سا. نعم هذه تكون لابواط سيري 8 ديك 381 هاي 2020 تاعها هاي لا دات فابريكاسيون شتها لا دوك تحلها باش تشوف لنا باش نشوفوا لي بان يقدروا يشراو فيها باش نوري لك واش فيها ويتكسر للناس ماذا بهم يقدروا قبل ما تكسر يحبط البوطه تاعو يدير لا يقول في البولونات فيها ويزيرهم مليح ويعاودوا ما تكسروش باش تعيش له. داكور ورايان يعرف ينحي يعرف يديمونتي لابواط؟ نورمال مصاديف صافا بديت تعلم هاي اتكل على ربي ما لا يخلف هيا روح ديمونتيها نحي نجمة في الشرارية حطيني سيرنا ديك لوخا باش تبدا واش تبدا تنحي في خلف نحي جوان سبيت بومبرياج تاعها ولا هاني ثاني بيرسو فيك اللي كيحط الصلاح يا راه يعني جبت كلش وحدي هاو دبلون برياش اللي حكينا عليه مقدم يجي واحد وصغير عليه هذا آه. باش نشوفوه برك لا هاو لي كون برياش الكاش تاعو الكاش تاعو يجي واحد كبير وواحد صغير برياش كيف كيف فوالا هذا يمشي هذا الكبير فوالا يمشي بريمير تروازيام سيزيام سيتيام وهذا صغير يمشي دوزيام كاتريام سيزيام لي بتي رابور ولا ومن بعد يطلع نو كاين الامبير ودو بير داكور هذا يمشي 2 4 6 2 4 6 والاخر يمشي المارش اريير وهذا يمشي 1 3 5 7 7 هاي هاي هذا هو الدوبلون برياج تاع سيت رابور باش يعرف المشاهد هاو لك الدوبلون برياج تاعها تاع لا سيري 8 لاباط اوتو تاعها ديكي 384 هانا نحطو هذا انا نعرف الناحيه تاع الميكاترونيك برك ميكاترونيك تعرف نعم ميكاترونيك تاعها هيا راه انا هنا خلاص تخدمتك دوكا بقى تخدمتي دوك خدمتك انت اولا المشاهدين الكرام استعملوا كليا شوك استعملوا كليا شوك ها واه تعلمت دوز جورني معنا تعلمت ندير لك بلاصتك راهي انا رايان خلاص كيف اللعب ما ليش نعاونك معليش ما تقولهمش عاونتو هلا نزلنا واحد نزلنا هادو واو هاي والله هاو يبيع عليا نورمالمون خلاصو نورمالمون اصبر تشوف مازلنا واحد مازال واحد مع رمزية وهنا رايان رايان خاف على بلاصتو خاف نديرو بلاصتو نورمالمون خلاصو راه تشوف مازلنا واحد انا ناسين واحد لا لا هاوليك فوالا مخبي مخبي فوالا بصح تستعرف بلي لقيت بلي خاصنا سهله وجبتها فوالا دونك هذه هي اللي هبلت كاع الجزائريين ميكاترونيك هذه هي تاع سبب المحل هذه واحد هاد سوا 30 مليون هكذاك ياك هكذا الله يبارك راك تشوف فوالا يا حليل اللي حبس هذيك لا ميكاترونيك واش يقدر يصرا فيها كون بروبليم مادام نحيناها مادام نحيناها فوالا باش يشوفوها على حسب شكون نهضروا من قبل باش يشوفوا هنا افون تي قبل كلش عندنا واحد لي زيليكتروفان هنايا ها مزوج هنايا عندهم لي جوان تاعهم يقدروا يطبقوا هنا تما فيريفيو لي جوان تاعنا قبل ما نروحوا الوزن بون لومبري
هادو لي زيليكتروفان كي تقدر تقول لهم لي جوان تاعهم او يخرج لك امبرياج 1 ولا يخرج لك امبرياج 2. هذا هو الديفو اللي يخرج لك في سكانر. واش لازم نديروا لهم؟ نقدروا نبدلوهم قبل ما نروحوا نبدلو ميكاترونيك باسكو ميكاترونيك غاليه. نبدلو لي جوان قبل ما نروحوا. كاين ناس باغ اكزومبل يصالهم من بان تاع ميكاترونيك يقولوا لهم عاودها كامل هذاك اللي عاودها دو فوا. كاين من داك صح لازم تبدل كومبلي. وعلاش؟ وكاين من داك علاش كي تكون لاكاسيت رايحه هذيك لاكاسيت تاعها. اللي كنا نحكوا عليها من قبل هذيك انا الكالكيولاتور تاع لي رابور تاع سي سا اكزاكتلي الكالكيولاتور دي رابور فيها دي ترانسميتر داكور هايدا عندنا كابتور دونتري كابتور سورتي هذا تاع سورتي صحيح عندنا دي ترانسميتر دو شونجمون دو رابور هادو هما اللي يحسبوا لك شونجمون دو رابور هذا واش كاين سي بون هنا كملنا دونك نقدروا نتفاداو باش نبدلوها كومبلي نقدروا انت بصح الا كانت كاسيطه رايحه ما عندك ما حد ما تقدرش تعاود داك بون شغل سي لا كارت مرتاح صح اكزاكتومون كي تصوتي ما عندنا ما هكذا دوك واش حنا لي طاب سيفون حنا قبل ما نحيو لا كلوش دوك نحيو لا كلوش هادي باش نوريو المشاهد تاعنا البومبا وين تتكسر وكيفاش تتكسر واش هادي هي بون كاينه حاجه وحده نفهموكم فيها قبل ما نحيو لا كلوش هادي عندنا هادو ها لازم يتنحاو كاين بزاف ناس يجيو سي دي جوان هادو يكسروهم انا لازم يتنحاو يجيو ينحاهم يكسروهم سي صح ينحاهم يتكسر باش ما يتكسروش لازم اون بانس اون بانس وتجبد هلا رانا نحيوهم باش ما نكسروهمش غدوة تلقاني داير كراج نعاود لي بواط ورا المشي هني تنقص علينا خدمه عطيني ديت ام جي هاي ليك لي نبداو نطيرو بلاصه رايان ومن بعد ساعه دوك رايان يفتح هاك رايان ها هاي راه دوك نشوفو رايان اللي يديها لي ولا لا او حافظهم كاع وين جايين على ماشي كيما انا نسيت واحد مقبل باسكو نخدموها بزاف على بها نعاونك باش فبلي عاوننا كاكي لي ديمونسيون تاعهم كاع كيف كيف ولا كاين كلي واحد كلي واحد كلي واحد جراح حبيبنا ها شكون؟ جراح عادي دخلة مع او يدخل ميتي ميتي او يدخل هذا شويه بعيد فدا شويه برك فدا شويه برك فدا شويه لعلل هيك لازم يدير شي من الجهه هاني كان الداخل لا عطيني تشرك لي مارطا كبير تكونوا تمشوا في طريق وتكون سيركيلاسيون لا روت ما تكونش في الويد دو بريفيرونس استعملوا المانيوال باش تحافظوا على لومبرياج وصحاب اللي عندهم لي بواط اللي فيهم كوبلور دو بريفيرونس كي تكون في روج ولا كي تكون في لونكومبرمون دو بريفيرونس خليها في الدي كي تعبز على ستوب سي بون باسكو سي اون بواط انتيليجونت ما كان لا ديرها الان باش تحافظ تانيك على لي رابور تاعك